نكون نحن فعلا عبادا لله حقيقة. دابا واحد التناقض عند المسلمين غريب، والله لا غريب، أنا لا أفهمه. النهار والليل وهم يسيئون إلى رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. كلنا سمعنا في الآونة الأخيرة أو وقفنا على الحملة الممنهجة والتي يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن فيه ونشر الرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. كثيرون خرجوا ليدافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرفون كيف يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ننصر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ وما هي أعظم أنواع النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصر لا بالصراخ ولا بالعويل، ولا ينصر بقرع الطبول إلى غير ذلك من أنواع الكلام الفارغ والذي لا فائدة منه. كذلك لا ينصر بالرسوم الكاريكاتورية التي تنشر لفلان وعلان إلى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصر بالسب ولا بالشتم، لأن الذي تشتمه هو يعرف ذلك، يعرف أنك سوف تشتم وسوف تسب، فالشيطان لا يضره أن تقول له أنت شيطان. وكذلك السكير لا يضره أن تقول له أنت سكير، فهو يعرف أنه سكير. دابا واحد التناقض عند المسلمين غريب، النهار والليل وهم يسيئون إلى رسول الله. من اللي يسيء ليه واحد أجنبي كيغوتو، هو ما شافش راسه. راه هذه الحقيقة المرة. قال انتم المغاربة ملي كيظهر فيكم الولي كترجموه بالحجر، ملي كيموت كتبنيو عليه قبة. حقيقة كلمة جميلة جدا قالها أحدهم، وهي حكمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينصر باتباع منهجه، ينصر بالتعامل مع المسيئين والمستهزئين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. راجع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتعرف كيف كان يتعامل مع المسيئين والمستهزئين. وأعظم أنواع النصر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تتمثل سنته وسيرته في واقعك، وتجري مشاهدها في بيتك، بين أولادك، في حياتك، في معاملاتك. تبني بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم جسور من الحب والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تنصر الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء طبيعي انه يعني الكفار يقولوا فينا هذا الكلام، ما كتسمعوا شيء سب الدين وسب المله والعياذ بالله، بقي شيء حاجه قد سب الرب والعياذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. فلما اهنا ديننا اهان الله، اهاننا الله عز وجل، نسال الله السلامه والعافيه. لا بغينا فعلا نكرموا سيدنا محمد، نكرموا احنا بيناتنا، والله لن يتجرأ علي احد انا إذن. ولذلك العوده الى كتاب الله والعوده الى سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام هو السبيل لمنع سفهائنا لدى من الاستهانة بالدين وبالإسلام، ومنع غيرنا بعد ذلك بشكل تلقائي لن يبقى لذلك أثر. الرسول ينصر بالتشمير على سواعد الجد، أن تشمر عن فكرك، أن تنتج، أن تعمل. الذين تظن أنهم أعداء الإسلام أن تضاهيهم في الإنتاج، أن تضاهيهم في العمل، في الصناعة، في الاختراع والابتكار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا وكان بيننا لما رضي على وضعنا الحالي بين الأمم. نكتفي فقط بالصراخ والعويل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن ننصره في الغوص في العلوم، للحاق بالركب المتقدم، بعيدا عن الأبواق التي لا تنتج سوى الكلام الفارغ وكلام تلو الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ينصر بتلاحم الحكام مع الشعوب، للدفاع عما يصح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعلم والبحث والتقصي والتنقيب، ونبحث عما ينفعنا، ونترك ما لا فائدة منه ولا يسبب لنا أي نتيجة. أما ما دون ذلك من صراخ وعويل وتنديد لا ينفع ولا يضر، كالزهد يذهب جفاء من دون فائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينصر بالجد، بالعمل، بالفكر، بالبحث، بالبحث والعمل والإنتاج، هكذا ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه القضية في العمل مستمر، وهذاك العمل مستمر متعب، النفس ما كتقبلوش، وهذاك علاش كنعجزوا حنا. ولهذا خص الخدمة البنيوية، ملي تربع على يعني كتب الشمائل النبوية. كنغوت على سيدنا محمد تأدى، واش أنت كتعرف سيدنا محمد؟
ماذا تعرف عنه؟ هذا المشكل. إن هذا الشخص هذا عليه الصلاة والسلام خصني نعرفه، وفيما ينبغي أن يتبع فيه. هل المحبة ديال سيدنا محمد، هذا الدفاع على سيدنا محمد، وتربي جيل من الذين يحبون سيدنا محمد، هذاك الجيل سيكرمهم الله ويجعلهم أعزة على الكافرين. ويمكن تكون الأمور أخرى اللي كاينة دابا، ولكن بدرجة ثانية. مش احنا كنبنيو السقف والسواري ما كاينينش، الخيال هذا.